بحثي كان افضل من الانظمه مالتكم اليوم. نظام البحث على الاقل افضل من هذا النظام الحالي؟ كانت مؤسسه، كان امن لو ما كان امن، كان استقرار لو ما كان استقرار، هسه بغض النظر عن السلبيات، بس احنا لما جاي نقارن البعثيه عندهم مولات وعندهم فنادق مثل اليوم، تلزمي انت هو رجال كان عتاق، اليوم عنده مول، حكي هو هذا، البعثيه كان عندهم خطيه، كان عنده لابس هذا ابو القطع تيل مالته الرصاص سفاري سفاري وحاط له قلمين ويقضيها كلها، رايح جاي مشي، ايش عنده هو قبل البعثي؟ يقدر صدام حسين يخلي بعثي مثلا يفتح فد، مو كان يقول تعال انت ايش عندك؟ انت قبل الثوره ايش عندك؟ بعد الثوره ايش عندك؟ استاذ محمد هو الحق يقال والمظلوم يجب ان ينصر، احنا لازم كنا عراقيين ولازم نتكاشف ولازم نحكي الحق حتى ان شاء الله بلكت الله احنا بعد ما راح نلحق على الخير، بلكت الله اولادنا يوعون ويشوفون الحق ويتبعون، اللهم ارنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. ان شاء الله. انا اشكرك سيد علي، وصلت معاك للختام حقيقه، الوقت مر بسرعه.